Hello everyone! Today we will learn about fruits and vegetables in Arabic. Let's start with vegetables. Vegetables mean in Arabic khudra. The first one is banadora, fa'ous, jazar, شمندر لفت كوسة باتنجان زهرة بروكلي بطاطا بطاطا حلوة توم بصل بصل أخضر. يقطين. فلفل حار. فلفل حلو. فطر. قلقاس. ملفوف. ملفوف بروكسل. خس. سبانخ. ملوخية نعناع روزماري بقدونس كزبرة ميرامية هليون كراث جرجير خرشوف كالي بازيلا فاصوليا بامية درة زنجبيل كرفس روند Let's see fruits مين fruits فواكه. The first one is تفاح برتقال كلمانتينا ليمون جريب فروت فراوله اناناس عنب موز كيوي مانجا رمان كرز بطيخ شمام مانغوستين دراغون فروت أفوكادو بابايا فاشن فروت مشمش دراء خوخ جوز هند أشطة توت أزرق توت بري توت عليق أسود توت عليق أحمر. توت شامي. تين. تين شوكي. تمر. بوملي. سفرجل. جوافة. إجاص. أسكدينيا rambutan zadur kakao lichi thank you for watching and see you in the next video